سعيدكم مبروك سنين دايما، كل عام وانتم حيين بألف خير. تحية لكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا، نسلموا على فكرة هبهم سنية زينة إذا كنكم مروحين للبلاد. إن شاء الله يا رب طريق السلامة للجميع. هذه رمضان وورث الجوائز، المتوجون بأفضل الألقاب كنتوا بالألاف تختاروا وتصوتوا، وعلى دمتكم كانت فما أبليكاسيون تعملت خصيصا باش نخليوا الأصوات على الأقل حقيقية، ممنوع الروبوات، ممنوع التصويت أكثر من مرة، وهذا الكل مهم جدا باش نضمنوا مصداقية الجوائز متاعنا. الابليكاسيون هذه خلت برشا ناس يكلفوا رواحهم عناء التحميل، عناء التصويت، وفي آخر البرنامج اليوم باش نشوفوا شكون ربح منكم انتم المستمعين متاع موزايكا فام، اللي باش يكون معنا وباش يربح 500 دينار من اهداء موزايكا فام. الجائزة هذه عندها قيمة بالنسبة لبرشا ناس، لكن من خلال المواسم الثمانية رمضان ووردز نعرف انها باش تكون عندها قيمة للشخص اللي باش يكون معنا توا، لأنها جائزة أفضل وجه جديد. ما فهمش أحلى من إنسان يتوج بمجرد أنه يعمل أول دور ليه في التلفزة، على ذلك فرحان برشا باش نعلن الجائزة. بالحقيقة كانت فما نجم نقوله صراع شرس على الجائزة هذه. أول حاجة للزخم الكبير في كل الأعمال، كل مخرج جاب معاه مجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة اللي تقدمت للشاشة لأول مرة. المنافسة كانت شرسة، كانت قوية، والنتيجة مشيت إلى الممثل اللي تحصل على جائزة أفضل وجه جديد عن دوره في مسلسل النوبة، بلال البريكي. بلال البريكي اللي عرفتوه في النوبة في دور ماهر. بلال عيدك مبروك خويا. عيدك مبروك هادي، وعيدكم مبروك الناس الكل اللي يسمعوا فينا. ما نعرفش، انا تكلمت برشا، نحب نخليك انت تتكلم ونحب نسمعك اكثر من اللي نتكلم انا. والله كيفاش باش نبدا ساعه، نبدا ونشكركم انتوما هادي، نشكر موزايك، نشكر الببليك اللي فوت الكل، نشكر الببليك نتاع الدراما الكل، ايكيب نوبة الكل، بارتيكوليرمون عبد الحميد بوشناق على التعب الكبير اللي تعبوا معانا، وعلى عطانا من وقته وعطانا من روحه. نحب نشكر زادة الفنانين والتكنيسيان والمخرجين اللي خدموا السنة الكل 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 دون استثناء، امتعونا، يعطيهم الصحة، شفنا وتفرجنا في حاجات يبشروا كان بألف خير، شفنا مسلسلات في مستوى راقي برشا. ان شاء الله نحافظوا على الكاليتي هذه لي بروشان ساني، ونعملوا حاجات مخير. نشكر عائلتي زادة اللي وقفوا معايا، ما فهم كي توجور كرو موا، بالحق ما كنتش نتصورها جمله هذه، على خاطر تبارك الله معناها شفت الزخم الكبير نتاع الممثلين اللي جان اللي كانوا نومينيم، تبارك الله كلهم يستحقوا الجائزة هذه وكلهم أبدعوا، برافو عليهم. دونك ما كنتش نتصورها، سي لا ريكومبونس دو بوكو دو ترافاي. الحمد لله الحمد لله اللي هذا سي اون بروف كو الجون تاعي الى توشي البوبليك، و سي سا لوبجيكتيف دان اكتور. Je suis vraiment honoré هادي، و je suis touché، فرحان برشا. يعطيك الصحة بلال. بلال انت في فرنسا توا، معناتها الجائزة نتاعك عنا، نبعثوها لك مع حد تجي تاخذها وحدك، وقتاش تجي بحدنا لتونس؟ والله انا حبيت، تمنيت نكون حاضر بحذاكم حتى الايامات نتاع رمضان. ان شاء الله انا جاي على قريب بقدره ربي، تري بيانتو هدود نجي نعمل طله. مرحبا بك، الجائزه نتاعك هاي مخبينها لك، اللي كنت عليها اسمك، عليها الرمضان ووردز، عليها شعر موزايك، عليها جائزه افضل وجه جديد. هذه اول جائزه تاخذها، ان شاء الله يا ربي ما تكونش الاخرى. وعام الجاي راك ما عادش في الوجه الجديد، باش تدخل للعب مع العمالقة، باش تولي في جائزة أفضل ممثل. فوالا بون، هذا يخلينا يشجعنا وسيوي يحملنا مسؤولية، باش نزيدوا نخدموا على رواحنا، باش نزيدوا نصلحوا رواحنا، وديما نعملوا حاجات مخير إن شاء الله. بلال خويا ألف مبروك، شكرا ليك، عيدك مبروك وين ما أنت، وإن شاء الله يا ربي نتمنى لك النجاح والتوفيق، وهذه البداية إن شاء الله.